أهلا بيكم في كورس أساسيات البرمجة للمبتدئين مع المهندس شريف الديب. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الفانكشنز، والمحاضرة اللي قبلها اتكلمنا عن الأوبريشنز، فتعالوا نراجعهم كده بسرعة قبل ما ندخل في الجديد. قلنا إن الفانكشنز هي كونتينر جواه مجموعة أكواد، لما تحب تنفذ الأكواد دي أنت مش محتاج غير بس إنك تكتب اسم الفانكشن، مش محتاج تشغل بالك الأكواد نفسها اللي جوه الفانكشن بودي بتقول إيه. فلما بتحب نعرف فانكشن جديدة بنقول function، وبعدين بنختار اسم الفانكشن، وقلنا نحاول نخلي اسم الفانكشن يكون بيعبر عن ان هي بتعمل ايه، ونحاول نخليه verb، يعني لان الفانكشن بتنفذ اكشن معينه فنحاول نخليه verb ويكون اسمه معبر. وبعدين ما بين قوسين بنحط البارامترز او الارجومنتس، ودي عباره عن المتغيرات اللي هتستخدم داخل الفانكشن. ودي طبعا زي ما اتكلمنا عن الفاريبل سكوب، المتغيرات دي بتبقى متعرفه جوه الفانكشن بس، يعني ما نقدرش نستخدمها بره الفانكشن. وبعدين بنحط الاكواد نفسها ما بين القوسين المعكوفين دول. اكتب اي اكواد انت عايزها. في النهايه الفانكشن دي بتريترن فاليو معينه، يعني لما بحب احط الفانكشن دي في متغير، تعالوا الاول نستدعي الفانكشن وبعد كده نحطها في متغير. انا عندي مثلا فانكشن دي سميشن بتاخد رقمين اكس وواي او متغيرين عباره عن ارقام، يعني بتاخدهم بترجع لك مجموع الرقمين دول. دي فانكشن بسيطه جدا، فقلنا فانكشن وبعدين اسم الفانكشن بيعبر عن هي بتعمل ايه، سم او اختصار سميشن، وبعدين بتاخد متغيرين او رقمين اكس وواي، انت بقى بتدي له اي رقمين انت عايزه فبتريترن مجموع الرقمين دول. عايز استخدم الفانكشن دي، عايز اجمع اي رقمين، فما بشغلش بالي الفانكشن جواها ايه، بس يهمني اعرف اسم الفانكشن، فبقول سميشن وبعدين بمرر له اي رقمين انا عايزهم، مثلا 1 و2 5 و7 وهكذا. لو مررت له 1 و2 هترجع لي مجموعهم، لو مررت له 5 و7 هترجع لي مجموعهم، لان الفانكشن بتريترن فاليو. فانا ممكن اقوم حاطط الكلام ده جوه variable، يعني مثلا اقول total var total بيساوي السميشن ده. وده كان مثال على ان انا ازاي اخد القيمة اللي الفانكشن بترجعها احطها جوه متغير. بعدين اخدنا شوية امثلة كتير، واخدنا فانكشن مثلا get that، ده كان يعني فانكشن اكتر تعقيدا شوية، لكن هو نفس المبدأ بتاع المثال البسيط اللي قبله. وبعدين اخدنا function بالstring، فعملنا function اسمها welcome، وكلمنا عن الoperations وقلنا ان في عمليات حسابية زي الضرب والقسمة والجمع والطرح، واخدنا كمان باقي القسمة، وقلنا ان العمليات دي مترتبة حسب الاولويات بالشكل ده، يعني الضرب والقسمة الاول وبعدين الجمع والطرح وباقي القسمة، وبيسبقهم بقى في العمليات الاقواس، يعني اي حاجة ما بين قوسين بتتنفذ الاول وبعدين الضرب والقسمة وبعدين الجمع والطرح وباقي القسمة. وعموما العمليات بتمشي من الشمال لليمين، يعني لو في حاجتين لهم نفس الاولوية يبقى اللي ناحية الشمال هي اللي بتتنفذ الاول. النهاردة بقى هنتكلم عن يعني نوع جديد من العمليات، هو العمليات المنطقية او اللوجيكال اوبريشنز، يعني بتستخدم في المقارنة. النهاردة هنتكلم عن المقارنة، فهنشوف ازاي نقارن ما بين قيمتين. احنا اتكلمنا شوية عن المقارنة المرة اللي فاتت وقلنا ان في اكبر من، يعني مثلا اقول اكس اكبر من واي او اصغر من، او اكبر من او يساوي، او اصغر من او يساوي، دول ايه الاربع حاجات اللي اخدناهم. طيب فالنهاردة ان شاء الله بقى هنتكلم عن الكونديشنز او الشروط. انا عايز انفذ كود معين تحت شرط معين، يعني لو في شرط او ظرف معين حصل هنفذ كود معين، لو في ظرف مختلف هنفذ كود مختلف. بس قبل ما نكمل نتابع، افكركم ان الكورس كله موجود في القناة اليوتيوب اسمها فري ليرن، وصفحتي على الفيسبوك eng.debo، ده الاكاونت، والصفحة هتزود عليها دوت اوفيشيال، هتلاقي عليه الكورس كله. ابعت لي اضافة على الاكاونت اللي هو انج ديبو عشان ادخلك في الشات بتاع الكورس. النهاردة بقى هنتكلم عن الكونديشنز، فهنستخدم اداة الشرط if، اكيد انت عارفها طبعا من برا البرمجة،
كنت بتستخدمها كتير، if يعني لو حصل الشرط ده هتنفذ الكود ده، لو ما حصلش يبقى هننفذ كود تاني. فهنقول مثلا انا عندي variable اسمه x، و x ده غالبا ليه قيمة معينة. طبعا انت مش شرط تكون عارف القيمة دي، لان القيم مش دايما انت اللي بتديها للمتغير، ممكن تكون بتاخدها مثلا من فورم او اليوزر هو اللي بيديها لك او كده. فعايزين ندي شرط، هنقول if x يساوي 0 هننفذ كود معين. يبقى الكود ده هيتنفذ في حالة لو اكس بيساوي 0. فاكرين الاتنين يساوي اللي جنب بعض دول؟ احنا قلنا ان اللي يساوي الواحدة معناها ان انا بسند قيمة، يعني بقول له خلي اكس قيمتها بصفر، لكن لما بحط اتنين اكس جنب بعض معناها انا بسأله هل اكس بقى بتساوي صفر ولا لا. طيب لو اكس مش بصفر عايز انفذ كود تاني، فهقول له إلس نفذ لي الكود التاني. فتعالوا كده ايه ناخد مثال. مثلا لو انا عندي موقع زي اليوتيوب وفي فيديو معين مصنف انه للكبار فقط، فانا عايز ادي كونديشن ان لو الشخص اللي داخل ده اكبر من 18 سنة هوري له الفيديو، لو اصغر من 18 سنة همنعه من مشاهدة الفيديو. ده مثال عملي يعني احنا بنشوفه على طول دايما في اليوتيوب قدامنا. فهبدأ اقول ان انا هعرف متغير اسمه age، وبعدين هطلب من اليوزر يديني الايج بتاعه كام او يكتب تاريخ ميلاده او كده، وبعدين انا هحسبه. تمام، يبقى انا هنا في اكواد اللي هو انا بطلب من اليوزر ان هو يديني الايج بتاعه، وبعدين هبدأ بقى احط شرط، هقول if age لو الايج اكبر من 18 سنة هنفذ فانكشن اسمها show video. او خلينا ايه نعرف متغير تاني اسمه allow access، ده متغير لو قيمته بتساوي true انا هسمح للمشاهد انه يشوف الفيديو، لو قيمته بتساوي false مش هسمح. يبقى لو السن اكبر من 18 عايز اقول له خلي لي بقى ان الالاو اكسس ده بيساوي ترو، فهقول له ان الالاو اكسس بيساوي ترو. طبعا انا كتبت يساوي واحدة عشان انا ايه بس نتقيم. فاكرين الترو والفولس ده النوع اللي هو اسمه ايه البوليان. وبعدين هقول له إلس لو هو بقى مش 18، لو مش اكبر من 18 سنة يبقى ساعتها الالاو اكسس بيساوي فولز. تمام، ممكن طبعا تنفذ فانكشن، يعني ممكن بدل ما بس قيمة انفذ فانكشن معين. تعالوا مثلا ناخد مثال تاني. افترضنا ان انا عندي فانكشن اسمها لوج، في فانكشن متعرفة اسمها لوج، ما اعرفش الاكواد بتاعتها عاملة ازاي، المهم ان الفانكشن دي بتظهر الكلام اللي انا حدهولها على الشاشة. فهقول مثلا وعندي متغير اسمه country var country، وبعدين هتدي له قيمة بطريقة ما، فحول if country بيساوي Egypt، او خلينا نكتبها ايه كاملة، طبعا انا هنا غلطت ان المفروض ايه 2 يساوي، عشان انا بسأل هل country بتساوي Egypt، ساعتها هقول له ايه نفذ لي function اللوج وهتكتب he is Egyptian. طب عايز اقول ولو كان من سوريا مثلا يبقى هو Syrian، فهقول else if تاني، يبقى ينفع بعد else اعمل condition تاني، هقوم قايل له country بيساوي سوريا، يعني معرفش سوريا بقى بتكتب كده ولا لأ، سوريا، فهقول له اعمل لي log ان هو Syrian. طبعا ايه هقعد اقول له else if
واقعد ايه اديله البلاد كلها لغاية ما في الاخر اخر حاجة خالص مفيش كونديشن، لو مفيش ولا شرط اتحقق هقوم قايل له لوج unknown country. خلاص يبقى دي الصيغة العامة لقاعدة اف. قلت له اف، وبعدين ما بين قوسين بحط له الشرط، لو الشرط ده اتحقق يبقى هينفذ الكود ده، لو ما اتحققش هيدخل على اللي بعده هيلاقي ان في شرط تاني، لو الشرط التاني ده اتحقق يبقى هينفذ الكود ده، لو لا يبقى هيدخل على اللي بعده يشوف الشرط التالت، لو اتحقق يبقى هينفذ الكود بتاعه، وهكذا لغاية ما ولا شرط فيهم اتحقق خالص يبقى هيدخل على ايلز لو موجودة يعني، ويحقق الكود ده من غير ما يتشيك على اي شروط. يبقى انه كود في دول اللي هيتحقق، مش كل الاكواد دي هتتنفذ، لا هو كود واحد اللي هيتنفذ على حسب قيمة الكونتري. فلو هو من ايجيبت يبقى هيكتب ايجيبشن وخلاص الكود ده هيقف عند هنا، لو هو من سوريا يبقى الكود الاولاني ده مش هيتنفذ، هينفذ الكود التاني وبعد كده مش هينفذ بقية الاكواد. لو هو مش في ولا دولة من الدول المذكورة يبقى مش هيقدر ينفذ كل دول، وهيدخل على السطر الاخير بس وهينفذ ان هو انون من بلد غير معروفة. بما اننا اتكلمنا عن الشروط فتعالوا ناخد ثلاث علامات جداد النهارده، العلامه دي والعلامه دي والعلامه دي. العلامه دي يعني اند، فانا لو عندي شرطين كونديشن 1 وكونديشن 2 معناها انا عايز اقول له لو الشرط الاول اتحقق والشرط الثاني اتحقق هتنفذ الكود. يعني لو هو مثلا هقول ايه country يساوي Egypt and age اكبر من 18 هتنفذ الكود ده، وطبعا لو لا هتقول له else وينفذ كود تاني. يبقى الكود ده هيتنفذ امتى؟ لو الشرطين اتحققوا، لو هو من Egypt وكمان ال age اكبر من 18. العلامة دي معناها or، العلامة دي قلنا يعني and عشان اللي يحب يرجع للمذاكرة، والعلامة دي معناها or. فلو انا عندي condition 1 وcondition 2 معناها انا بقول له لو condition 1 او condition 2 اتنفذ اتحقق يبقى تنفذ الكود، ودي بكتبها كده هقول له if country بيساوي Egypt، ما تنساش انا كررت للمرة الالف اهو، وانت بتقارن اكتب 2 يساوي مش يساوي واحدة. هقول له لو الكونتري بيساوي ايجيبت او ايج اكبر من 18 هينفذ الكود ده. طبعا دي ايه الاقواس المعكوف، معناه لو هو من مصر وعنده 16 سنه الكود ده هيتنفذ ولا لا؟ هيتنفذ لان احد الشرطين اتحقق. لكن هنا لو هو من مصر وعنده 16 سنه مش هيتنفذ لان في واحد من الشرطين ما اتحققش. هنا انا بقول له لازم الشرطين يتحققوا، هنا بقول له اي واحد فيهم يتحقق هتنفذ الكود. العلامه دي معناها نوت، ليس يعني لما بقول له كونديشن. تعالى بقى نشوف، هقول له لو اف نوت ايكوال ايجيبت يبقى الكود ده هيتحقق امتى؟ لو كان مش مصري. في صيغة كمان مختصرة للكونديشن ده، لو انت اتعلمت ايف فانت خلاص تقدر تعمل اي كونديشن، لكن في صيغة مختصرة شوية اسمها ترنري اوبريتور، يعني الاوبريتور الثلاثي، ودي بتتكتب كده. فبقول له لو الكونديشن اتحقق هتنفذ الكود ده، لو لأ هتنفذ كود تاني. الصيغه دي تساوي بالظبط، يعني دي الصيغه المختصره من كده. هقول له if الكود اتحقق او sorry condition اتحقق، لو الكونديشن اتحقق يبقى هننفذ كود 1، else هننفذ كود 2. ده مجرد اختصار بس للصيغة دي، يعني دي بستخدمها دايما لو الاكواد قصيرة، لو عندي كود 1 وكود 2 دي حاجات قصيرة فما فيش داعي بقى اقعد اعمل ايف وايلس وافتح اكواد واعمل، فعلى طول ايه بستخدم الصيغة الثلاثية دي. الصيغة الثلاثية اللي عبارة عن ثلاث اطراف، الكونديشن
والكود اللي هيتنفذ في حالة تحقق الكونديشن ده، والكود اللي هيتنفذ في حالة عدم تحقق الكونديشن ده. يعني هقول مثلا age، هل age اكبر من 18؟ في الحالة دي هتبقى ال allow access بتساوي true، وغير كده هتبقى ال allow access بتساوي false. انا ممكن بقى اختصر دي اكتر كمان واقوم قايل له ايه، اقول له ال allow access بتساوي. الطبيعي ان انا كنت لما بسند قيمة بكتب القيمة على طول، يعني بقول allow access بيساوي true او allow access بيساوي false. هنا انا عايز استخدم قيمة بناء على condition معين، يعني عايز اتشيك الاول على الايدج بتاعه، لو هو اكبر من 18 هخليها true، لو اقل هخليها false. فهعملها ازاي؟ هقوم كاتب بقى الكونديشن، هقول له لو الايدج اكبر من 18، هل الايدج اكبر من 18؟ لو ايوه هتبقى true، لو لا هتبقى فولز. الصيغتين دول اختصار لو كنت كتبت كده if age اكبر من 18 يبقى ال allow access بيساوي true، else allow access بيساوي فولز. على فكرة مش دايما الاقواس دي required، يعني مش دايما مطلوبة، ممكن تشيلها عادي في بعض الحالات، لكن عود نفسك دايما تستخدمها افضل، وجودها مش هيضر، وبالذات لو في اكتر من كود. يعني انت ساعات بتبقى عايز، انا هنا مش بنفذ كود واحد بس، فممكن استغنى عن الاقواس دي، لكن لو في اكتر من كود انت محتاج تحط الاقواس. فما تستغربش لو انا في وقت من الاوقات وانا بشرح نسيت احطها، ده بيبقى تعود، لان انا اتعودت لما الكود بيبقى قصير ما بحطش اقواس. لكن انا طول الشرح هحاول على قد ما اقدر دايما استخدم الصيغ القياسيه عشان ما تتلخبطش. طيب الكود ده اقدر اختصره لده واختصره اكتر لده، شايف ده اقصر ازاي مكتوب في سطر واحد، ده اقصر واقصر. فانا الاول اتحققت من الشرط، قلت له لو ايدج اكبر من 18 يبقى هتنفذ الكود ده ان الالاو اكسس بيساوي 18، لو لا دي يعني بديله الايلز، لو لا يبقى الالاو اكسس بيساوي فولز. ممكن اختصر ده اكتر، اقول له ان الالاو اكسس بيساوي على حسب بقى قيمه الايدج، لو اكبر من 18، لو اكبر من 18 يبقى ترو، لو اقل يبقى فولز. نراجع كده بسرعه اللي احنا خدناه تاني من اول بقى خالص. احنا اخدنا الفانكشن، فقلنا لما بعرف فانكشن جديده بكتب فانكشن، وبعدين اسم الفانكشن فانكشن نيم، وبعدين ما بين قوسين بكتب البارامترز او الارجيومنتس، ممكن يبقوا اي عدد انت عايزه، وبعدين ما بين قوسين كده بكتب الاكواد بتاعتي، اكتب ان شاء الله مليون كود ما يهمكش، وبعدين في الاخر هريتيرن فاليو معينه. طبعا الفاليو دي ممكن تبقى قيمه وممكن تبقى معادله، لما هيحسبها هترجع قيمه معينه في الاخر. طيب عايز استخدم الفانكشن دي، يا دوبك بس بكتب اسمها وببدا امرر القيم بتاعه البارامترات دي، اي قيم انت عايزها. وكمان اخدنا الديفولت فاليو، قلنا ان انا ممكن ده لو انا عايز اديله قيمه معينه فهقول له البي 3 بيساوي 3، طبعا ده اقدر اقول له ان البي 2 بيساوي 2. في الحاله دي يبقى لو ما فيش بي 1 هيحصل ايرور، لان انا مش مديله قيمه افتراضيه. لو انا ما مررتلوش بي 2 ساعتها هيفترض انها ب2، لو ما مررتلوش بي 3 ساعتها هيفترض انها ب3، لكن لو انا مررت له قيمه معينه مثلا 4 يبقى هياخد 4، لو ما مررتلوش خالص يبقى هتبقى ب3. ده الفانكشنز. الاوبريتورز نراجعها بسرعه، احنا خدنا العمليات الحسابيه اللي هي الضرب والقسمه والجمع والطرح وباقي القسمه، وقلنا ان هم دول كده مترتبين حسب الاولويات، واخدنا العمليات المنطقيه او المقارنات، وقلنا ان العلامه دي يعني اند، والعلامه دي اور، والعلامه دي نوت، واخدنا اكبر من واصغر من واكبر او يساوي واصغر او يساوي، واخدنا الفرق ما بين ايكوال معناها اسناد قيمه، ودبل ايكوال معناها
ده بتحقق، يعني بقوله هل القيمة دي بتساوي كذا، واخدنا التريبل ايكوال وقلنا ان دي معناها شبه اللي قبلها بالظبط. انا بقارن ما بين قيمتين من حيث القيمة والنوع كمان، لكن دي انا بقارن ما بين متغيرين من حيث القيمة فقط. اخدنا كمان دلوقتي حالا الكونديشنز وقلنا ان انا بقول اف وبحط كونديشن معين، لو الكونديشن ده اتحقق يعني في الاخر قيمته بتساوي ترو هينفذ الكود ده، لو لا ممكن اسأله عن كونديشن تاني، لو الكونديشن 2 ده اتحقق يبقى هينفذ الكود ده، لو ايلس خالص يعني خلينا نقول ان ده كود 1 وده كونديشن 1 وده كود 2، لو ايلس خالص هينفذ الكود الديفولت كود اللي هو رقم 3. طب انا عايز اكتب الكلام ده بطريقة الاوبريتور الثلاثي، فهكتبه ازاي؟ هقول لو كونديشن 1 اتحقق، هل كونديشن 1 ده اتحقق؟ لو ايوه هتنفذ كود 1، لو لا انا عايز بقى ايه بعد ايلس دي اقول ايه تاني، يبقى عادي احط اوبريتور ثلاثي تاني مفيش مشكلة. هقول له لو الكود 2 ده اتحقق، اسف الكونديشن 2 اتحقق، لو الكونديشن 2 ده اتحقق يبقى هتنفذ الكود 2، else هتنفذ بقى الكود 3. يبقى انا ينفع ايه يعني استخدم اكتر من علامة استفهام دي، كأنها if و else if و else if تاني مفيش مشكلة. دي كده اللي هتتحقق في حالة اللي هي زي if، يعني علامة الاستفهام دي زي if وبعدين else if تاني وبعدين else خالص اللي هي العلامة دي اللي هو خلاص بقى لو مفيش حاجة ايه اتحقق. فده الاختصار بتاع ده. لو انت ما فهمتش ده مفيش اي مشكلة، لانك تقدر تنفذ نفس الكود بالطريقة التقليدية، مع الوقت هتتعود على ده، عينك هتشوفه في اكواد كتير فهتتعود عليه وهتلاقي ان ده بالنسبة لك بقى اسهل ومختصر. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية، واكيد مش محتاج افكركم ان انت تتابع القناة على اليوتيوب اسمها فري ليرن، اكيد حفظتوها بقى خلاص فري ليرن، وطبعا تفعل جرس التنبيهات عشان لما الدروس الجديدة تنزل يجيلك نوتيفيكيشن، وتتابع الاكاونت الشخصي بتاعي على الفيسبوك eng.dibu، ابعت لي اضافة عشان ادخلك في الشات الخاص بالكورس، ولو كملت كمان اوفيشال ده هيديلك هيدخلك على الصفحة بتاعتي، يعني ده الاكاونت وده كله ايه الصفحة. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.